وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذا تحل الذكرى 77 على ذكرى الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والأردن الشقيق ينعم بالخير والرخاء. حدثنا عن أبرز ما تحقق من إنجازات بعد هذه السنوات على الاستقلال. شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك انه احنا الان نعيش فرحتين في الاردن، فرحه عيد الاستقلال 77 للمملكه الاردنيه الهاشميه، وفرحه حفل زفاف صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير حسين بن عبد الله الثاني. الان هي مناسبه عزيزه على قلب كل الاردنيين اللي بيشعروا بالفخر والاعتزاز والكبرياء بوطننا الاردني، لا سيما ونحن نستعرض ما سطروا الآباء والأجداد في مسيرة الأردن الخالدة على ما يزيد على 7 عقود من الزمن، قدموا خلالها تضحيات كبيرة لنيل استقلالهم وصون وطنهم. وحقق الأردن أخي العزيز تحت قيادته الهاشمية المظفرة إنجازات كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو ما شكل دوما نتاج إيمان الأردنيين الراسخ والمستمد من مبادئ الثورة العربية الكبرى في بناء وطنهم الحر وبناء مستقبل يلبي طموحاتهم. كذلك نحن الأردنيين دائما نؤمن بالبعد العربي والإسلامي، ندافع عن حقوق الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشكل كما يقول جلالة الملك عبد الله القضية المركزية لكافة الأشقاء العرب، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية اللي عقدت مؤخرا في جدة بالمملكة العربية السعودية. الآن أيضا نستغل هذه المناسبة لنهنئ مملكة البحرين باستضافة القمة العربية في دورتها 33 التي سوف تعقد في العام القادم. الأمر الثاني أخي العزيز، الأردن اليوم يحتفي أيضا بزفاف صاحب السمو الملكي ولي العهد، وهي أيضا فرحة لكل الأردنيين خاصة القبائل والعشائر والمدن اللي تشهد اليوم احتفالات بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا. كذلك نعم يعني دكتور، نحن نشارككم بالطبع كل هذه الاحتفالات، ويعني أيضا هذا الحدث المهم والذكرى السنوية لعيد الاستقلال، يعني وهي فرصة لنستذكر ما يجمع بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة الأردنية من علاقات وطيدة. يعني حدثنا أكثر عن هذه العلاقات وتطورها أيضا خلال يعني السنوات يعني الأخيرة. يعني حدثنا أيضا عن ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين وأبرز المرتكزات التي تقوم عليها هذه العلاقات. شكرا جزيلا على هذا السؤال. صحيح العلاقات الأردنية البحرينية هي موضع فخر للأردنيين والبحرينيين عموما، وهي علاقات متميزة تشكل أيضا نموذج للعلاقات الثنائية بين الدول، أرسى دعامة أصحاب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى، وهذه العلاقة هي علاقة وثيقة بين قيادتي البحرين والأردن اللي انعكست بشكل إيجابي على العلاقات ما بين حكومتي وشعبي البلدين. هنالك دائما تطابق في الرؤى السياسية حيال كافة القضايا والتحديات، هنالك تنسيق دائم بالمواقف المختلفة. شهدنا تطور في هذه العلاقات على الصعيد الاقتصادي والسياسي وعلى الصعيد الأمني وعلى الصعيد العسكري، وأيضا هنالك دائما حضور برلماني متبادل ما بين الأردن والبحرين، وهنالك زيارات ووفود مختلفة ما بين البلدين. وكما تعلم أنه في مطلع هذا العام شهدنا عقد اللجنة الأردنية البحرينية العليا، وطبعا كان هنالك دعوة من رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى دولة رئيس الحكومة الأردنية بشير الخصاملي لعقد اجتماعات اللجنة العليا البحرينية الأردنية بمشاركة فريق حكومي أردني، التقى وكم تم هنالك تنسيق في كافة الجوانب خصوصا في القطاع العام والقطاع الخاص. وأيضا شهد عقد مجلس رجال أعمال البحرين الأردني لاستضافته البحرين، وهم أيضا ضموا ممثلين عن قطاعات. بالتأكيد يعني سيد الكريم هناك يعني حرص يعني من جميع المستويات على يعني تعزيز العلاقات البحرينية الأردنية. من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.